موقع أنا السلفي. فاشكروا نعم الله عز وجل عليكم عباد الله، فإن الشكر من أعظم أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وإن الله سبحانه وتعالى جعل أعظم الدعاء وأفضله الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه الحمد من الله. فالله يحب أن يحمد، وهو يحب أن يحمد على كل حال، ويحب أن تذكر نعمه. قال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأكثر الخلق يستمتعون بنعم الله عز وجل، وقد يقرون بها إذا سئلوا، ولكنهم لا يستحضرون أن أصلها وأن دوامها هو بيد الله سبحانه وبفضله ومن عنده. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. والله لا نملك سمعنا ولا بصرنا ولا عقولنا ولا شيئا مما أعطانا الله، لا يد ولا رجل، أن نملك استمرار ذلك لحظة من اللحظات. هذا الهواء عباد الله الذي نتنفسه مجانا منذ ولدنا ولا ندفع فيه شيئا، كم يحرم منه أناس اليوم بسبب مرض من الأمراض. فالله سبحانه وتعالى يحب أن نذكر نعمته، وأعظم من شهود نعمه الدنيوية شهود نعمه الأخروية الدينية، فإن هذه في الحقيقة هي النعم. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الله سماكم المسلمين من قبل في اللوح المحفوظ قبل أن تخلقوا، وسماكم المسلمين في هذا القرآن، الله الذي سماكم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. والله عز وجل قد امتن على المؤمنين فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولن يجد العبد حقيقة هذا المعنى إلا إذا وجد لذة الإيمان وذاق حلاوته وذاق طعمه، فعند ذلك يدرك قدر نعمة الله فيشكر الله على هذه النعم، وبالتالي فتكون أحواله كلها بعد ذلك شكرا وحمدا، إن أصابه خير أو إن أصابه شر يجعله الله له خيرا بالحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال، كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان إذا أتاه الأمر يكرهه يقول: الحمد لله على كل حال، لشهود الحكمة وشهود العدل وشهود الفضل. في كل حال يشهد الإنسان صفة وفعلا من أفعال الله عز وجل يستحق أن يحمد عليها سبحانه: سبحانه إنه حميد مجيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها،
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فشكر نعمة الله بالإسلام وبالأخوة في الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على هذه الرابطة السامية، فإن نعمة الله عز وجل بالحب في الله والبغض في الله هي أوثق أورى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق أورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذا كان الحذر من تفتيت الرابطة الاجتماعية الأساسية في المجتمع المسلم، أو أن يأتي الناس برابطة غيرها كروابط القبلية أو الشعوبية أو القومية إذا لم تكن تحت راية الإسلام، فإنها من أخطر ما يدمر المجتمعات. وكذلك الرايات المستوردة من الغرب أو الشرق تحت رايات الحرية أو الانفتاح في الشهوات كما يختار الإنسان، إنها لتدمر المجتمع، لأنه يتحلل والعياذ بالله من رابطة الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك البدع الخطيرة كبدع الرفض، فبدعة الشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويكفرون أهل السنة، فهم والعياذ بالله شر أهل البدع، ودخول هذه البدع تفرق المجتمع. وكذلك البدع المتعلقة بتكفير المسلمين، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وقال عنهم: إنهم كلاب أهل النار. وقال: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نعوذ بالله. وقال للرجل الذي قال له: اتق الله واعدل، لما استأذنه بعض أصحابه في قتله، قال: دعه، فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا بد من المحافظة على منهج أهل السنة، فإنها أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام. ولا بد من مقاومة البدع للحفاظ على نسيج المجتمع، خصوصا مع أنواع البلايا من الفقر وشدة الأحوال الاقتصادية ومن الأمراض ومن التفكك الأسري ومن الفساد الأخلاقي. لا بد أن نحافظ على ديننا، فهو العصمة، به نعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا بد من الاعتصام بالدين، ولا بد من التمسك بالطاعة، ولا بد أن نقضي أوقاتنا ما استطعنا في عمل الله عز وجل، فإنه كما قال أبو بكر رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يأتيه الأجل وهو في عمل الله، أي في طاعته، فليفعل.